سجلت أسعار السلع والخدمات الأساسية ارتفاعاً بنسبة 110% في الفصل الثاني من العام الحالي مقارنة مع الفصل الأول بحسب أرقام جمعية حماية المستهلك. أما على صعيد شهري فقد ارتفعت الأسعار بنسبة 7% في شهر تموز الماضي بحسب الإحصاء المركزي. وتطرح هذه الزيادات سؤالا جديا عن دور الدولرة في استقرار الأسعار، خصوصا أن الأسعار العالمية لم تزداد مؤخرا بهذه النسبة، كما لم تتغير قيمة الرسوم محليا بين حزيران وتموز، فلماذا تستمر الأسعار في الارتفاع؟ الاحتكارات اللي موجودة بالسوق هي اللي عم تمنع أنه الأسعار تنزل حسب المؤشرات العالمية. هيدي خبرية يعني قديم جديد، ولكن موضوع الدولار هو أكيد تزاكي على المستهلكين وتزاكي على الاقتصاد وأدى إلى أرباح للتجار. وبالفعل هلأ في عنا انخفاضات عالمية، ولكن لا تتأثر الأسواق اللبنانية نتيجة وجود الاحتكارات، وما في عنا تنافسية أبداً. على الرغم من هذا الواقع، ما زال قانون المنافسة معطلاً مثله مثل العديد من القوانين. القوانين عندنا بلبنان تصدر القوانين ولكن تنحط بالكومة، فبدون هيئة وطنية للمنافسة أكيد القانون ما حيكون فعال، مثله مثل أي قانون ثاني، مثل قانون سلامة الغذاء. مقابل هذا التفلت في الأسعار، تظهر الأرقام الحجم الهائل للمساعدات التي يتلقاها لبنان. وقد أعلن برنامج الغذاء العالمي عن تلقي 1,800,000 لبناني مساعدات نقدية وعينية خلال السنوات الماضية، وقدرت التحويلات المالية ب 28 مليون دولار. كما أعلنت اليونيسف في بيان أنها قدمت أكثر من 70 مليون دولار نقدا خلال العام الدراسي الماضي لدعم المدارس الحكومية. ومع هذا بقي ثلث تلامذة لبنان من دون تعليم، ويعاني نحو نصف الشعب اللبناني من انعدام الأمن الغذائي. من المفترض عدم هدر الأموال التنموية بهالشكل واستخدام التمويل الخارجي للاستثمار ببناء أرضية حماية اجتماعية شاملة تؤمن تغطية أفقية للجميع على مدار دورة الحياة الكاملة، وكذلك بتاخذ بعين الاعتبار مخاطر الحياة المختلفة. وحده الضمان الاجتماعي الشامل هو اللي بيقدر يحقق حد أدنى من الدخل، بيأمن الحياة الكريمة، وبيقدر يحقق التغطية الصحية الشاملة للجميع. ممكن ساعتها شبكات الأمان الاجتماعي والمساعدات الإنسانية المستهدفة أن تجي كمكمل أو متمم لهذا النظام. تراجع عدد التشيكات المرتجعة بشكل كبير وبنسبة بلغت حوالي 67% على أساس سنوي، إلا أن هذا التراجع لا يعود إلى تحسن الوضع الاقتصادي، إنما إلى تعزز الاقتصاد النقدي، وهذا ما برز من خلال انخفاض إجمالي مقاصة التشيكات في أكثر من 1,000,000 تشيك في العام 2022 إلى حدود 300,000 تشيكا شهريا لغاية تموز الحالي. في خبر لافت، تعتزم بنما تقييد حركة الملاحة في القناة الحيوية التي تربط المحيط الأطلسي بالهادئ لمدة عام بسبب الجفاف، وتعاني القناة نقصا في مياه الأمطار اللازمة لنقل السفن عبر سلسلة من البوابات الضخمة التي تعمل بمثابة مصاعد مائية تتيح رفع السفن. وارتفعت نتيجة هذا الواقع فترة انتظار السفن من 3 أيام إلى 11 يوما، واضطرت إلى تخفيض حمولتها. وقدرت الخسائر في دخل القناة التي يمر عبرها 6% من التجارة العالمية ب 200 مليون دولار، فيما تتكبد الشركات خسائر ضخمة نتيجة الانتظار واضطرارها لزيادة عدد الشحنات.